السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أطفالي الأعزاء. اليوم بناخده حرف الخاء. اليوم بناخده حرف الخاء. حرف الخاء كيف يكون وكيف حركاته وكيف نكتبه؟ حرف الخاء هو الحرف السابع في الحروف الأبجدية. في الحروف الأبجدية حرف الخاء عند خوته اللي هو حرف الجيم وحرف الحاء. حرف الخاء أخوهم الثالث. حرف الجيم عنده نقطة في الوسط وحرف الحاء ما عليه ولا حاجة، وحرف الخاء عليه نقطة من فوق. كيف نكتبه؟ بنديره خط وبعدين نديره دائرة، نصف دائرة أو قوس، ونديره فوق منه نقطة. أمتى درنا الخط نصف الدائرة قعد يعيط ويبكي، قلنا له خير، قال أنا سقعان هلبة، درنا له نقطة نغطوه من فوق، أصبح عندنا حرف الخاء. عند الكلمات التي تبدأ بحرف الخاء، خروف، حرف الخاء جاني في أول الكلمة وفوق فتحة، خروف، خاء خروف. حرف الخاء تحت كسرة في أول الكلمة، خيار، خيار، حرف الخاء في أول الكلمة وتحت كسرة. خو، خبز، حرف الخاء في أول الكلمة وفوق ضمة. نزول الكلمات التي في وسطها حرف الخاء، باخرة. كيف عرفنا حرف الخاء جاء في الوسط؟ لأن في قبلها حرف وبعدها حرف. باخرة، باخرة. صخرة، صخرة، حرف الخاء في وسط الكلمة لأن قبلها حرف وبعدها حرف. نخلة، نخلة، حرف الخاء جاني في وسط الكلمة، كيف عرفنا؟ قبل حرف وبعد حرف. الكلمات التي تنتهي بحرف الخاء، صاروخ، حرف الخاء جاني في نهاية الكلمة، كيف عرفنا؟ لأنه منفرد بروحه ما في شيء لاصق فيه. بطيخ، حرف الخاء في آخر الكلمة، كيف عرفنا؟ لأن ما فيش ولا حاجة لاصقة فيه، بروحه جاي في الأخير. مخ، حرف الخاء في آخر الكلمة، كيف عرفنا؟ لأن جاي في آخر الكلمة ما في شيء لصق فيه. عندنا هنا تست بسيط أو كوز اختبار صغيرون، أي كلمة تبدأ بحرف الخاء؟ صخرة، خروف، صاروخ. صخرة، خروف، صاروخ. الكلمة التي تبدأ بحرف الخاء خروف، خروف. أي كلمة في وسطها حرف الخاء؟ خروف، لا، لأن احنا قلنا حرف الخاء في خروف في أول الكلمة. خبز، حرف الخاء في أول الكلمة. الإجابة نخلة، كيف عرفنا أن حرف الخاء جاني في وسط الكلمة؟ نخلة. جولي، أي كلمة تنتهي بحرف الخاء؟ تنتهي بحرف الخاء. خبز، صخرة، صاروخ. خبز حرف الخاء في أول كلمة، معناته مش هذه الإجابة. صخرة، صخرة، حرف الخاء في وسط الكلمة، مش هذه الإجابة. صاروخ، حرف الخاء هو اللي في نهاية الكلمة. هذا كان درسنا لليوم.